كيف تمكن الظاهر بيبرس من هزيمه الباطنيه دون قطره دم واحده الباطنية والحشاشون والاسماعيلية واصحاب بيت الدعوة وغيرها اسماء اطلقت على فرقة من الشيعة نشأت بعد وفاة الامام اسماعيل بن جعفر الصادق في عام 755، وهو الامام السابع من ائمة الشيعة الاثني عشر، ولهذا السبب اطلق عليهم لقب الشيعة السبعية ايضا، وقد عمدت هذه الحركة الى مقاومة السلطة العباسية والقضاء عليها بهدف انشاء دولة شيعية ترسخ لحكم ابناء اسماعيل بن جعفر الصادق ومن اجل الوصول الى هذا الهدف، كان عليهم انشاء دعوة سرية على غرار الدعوة السرية التي اقامها العباسيون في خراسان، التي نجحت في نهاية الامر في القضاء على الامويين وانشاء الدولة العباسية، وعلى هذا استطاع الاسماعيلية ان ينشروا دعوتهم في بلاد فارس واليمن والعراق والشام، ثم في المغرب الاوسط والاقصى، وكان فكرهم يقوم على ان للعقيدة ظاهرا وباطنا، ولهذا اشتهروا باسم الباطنية، وتكللت جهودهم في نهاية القرن الثالث الهجري. بعد قرن ونصف من ظهورهم، تكللت جهودهم باقامه الدوله الفاطميه التي امتدت من المغرب الى مصر ثم الى الشام، واصبحت تمثل التهديد الاخطر للدوله العباسيه. ولم يقف نفوذ الفاطميين عند هذا الحد، ولكنهم استطاعوا ان يشتروا ولاء القائد العسكري التركي البساسيري الذي باع الخلافه العباسيه وانقلب عليها، وكنا قد تكلمنا سابقا عن فتنه البساسيري في الدوله العباسيه. بايع البساسيري الفاطميين وارتفعت الدعوة إليهم من على منابر بغداد طوال عام كامل، وفي عام 1094 ميلاديا، توفي الخليفة الفاطمي المستنصر مخلفا وراءه ابنين، هما المستعلي ونزار، وكل من الولدين كانت تتعصب له فئة من الشيعة، حتى تحول الخلاف السياسي إلى خلاف عقدي، فنشأت الطائفة المستعلية، التي نجح رجالها في إيصال الخليفة المستعلي بالله إلى كرسي الخلافة الفاطمية، بينما هُزم النزارية المتعصبون لنزار ابن الخليفة المستنصر هزموا وهربوا الى بلاد الشام وفارس وفي بلاد فارس انشا الحسن الصباح مجموعه من القلاع لنشر التشيع الاسماعيلي وتمكنوا من اقامه الحصون والاستيلاء عليها وعلى راسها قلعه الموت الحشاشون في فارس والشام ومن هذه القلاع العسكرية تمدد الهجوم الباطني الإسماعيلي وزاد خطره على الوجود السني، خاصة السلاجقة والزنكيين والأيوبيين والمماليك من بعدهم، متخذا أشكالا مختلفة، وعلى رأسها الدعوة إلى مذهبهم، واستقطاب بعض القادة السياسيين لجانبهم. مثلما نجحوا مع رضوان بن توتش بن ألب أرسلان الذي كان حاكم حلب حينها ونجحوا بالقيام بالاغتيالات السياسية طوال عقود طويلة، ضد مشاهير القادة المسلمين السنة ممن قادوا مشروع المقاومة العسكرية ضد الصليبيين وضد المذاهب المنحرفة وعلى رأسهم نظام الملك الطوسي وجناح الدولة أمير حمص وكذلك مودود أتابك الموصل بل إنهم حاولوا قتل صلاح الدين نفسه وأصابوه بالفعل ولكن أراد الله له النجاة لكن أياج الغدر نافذة وخنجر الحشاشين الذي اغتال الهروي من قبل يريق دماء ابن الخشاب وزاد من بأس الإسماعيلية الباطنية في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية زاد من بأسهم كثرة ما امتلكوه من حصون عسكرية أشهرها مصياف والعليقة والقدموس والكهف والرصافة وغيرها ويبدو أن عداء الباطنية الشديد لأهل السنة جعلهم يتقربون من الصليبيين بالشام ضد الأيوبيين ثم المماليك وفي الوقت نفسه رأى الصليبيون في الباطنية قوة مهمة يمكن من خلال التحالف معها الحد من بطش السلاطين والأمراء الأيوبيين ثم المماليك وبلغ الحال من الود بين الاسماعيليه والصليبيين الافرنج ان هؤلاء الصليبيين دأبوا على ارسال الهدايا لتعضيد اواصر العلاقات معهم واتقاء شرهم لاشتهارهم بمساله الاغتيالات السياسيه حتى عرفوا ايضا باسم الفدائيين او الحشاشين وكلا الاسمين يشير الى اشتهارهم بعمليات الاغتيال والقتل ومع اعتلاء السلطان الظاهر بيفرس عرش المماليك ومع القضاء على خطر التتار والمغول، العدو الاكبر للحشاشين والمماليك ايضا، بعد ذلك ارسل كبيرهم رضي الدين ابو المعارف ونجم الدين الشعراني، ارسلا وطلبا من بيبرس الاعتراف بما لهم من رسوم واموال، وتسليم ضياعهم واراضيهم التي كانت بايديهم في ايام السلطان الناصر الثاني الايوبي، وقد صاحب هذا الطلب نوع من التهديد والتكبر، في المقابل ارسل السلطان بيبرس رده الحاسم على تهديدهم، ويذكر ان قوة الباطنية الحشاشين كانت معتبرة ويعمل لها ألف حساب في القديم، ولكن بعد سحق التتار لحصونهم في بلاد فارس وبلاد الشام، ومع صعود قوة المماليك، فقد الحشاشون الكثير من نفوذهم، والحق أن التعامل الدبلوماسي والسياسي للباطنية مع المماليك كان يتسم بالصلف وقلة الدراية، وبدلاً من قراءة موازين القوى، والعمل على التقارب مع المماليك، السادة الجدد للمنطقة، راح الحشاشون يستثيرون نقمة السلطان الجديد، الذي عزم كل العزم على القضاء على وسط بيئة ملبدة بالأعداء من كل جانب مثل التتار والصليبيين والأرمن وغيرهم. الضربة القاضية ومع الخطر الماثل الذي مثله الصليبيون في الشام ومصر، وتحالفهم مع التتار ومن ورائهم الباطنيه، أدرك بيبرس أن القضاء على الإسماعيلية بات أمرًا واجبًا، ولكنه كان ذكيًا في اختيار وسيلة القضاء المناسبة عليهم، لقد رأى بيبرس أن الصليبيين اعتادوا على دفع الأموال والهدايا للإسماعيلية الباطنية، ونظرًا لانتصاره على الصليبيين في العديد من المعارك، فقد أجبرهم على دفع الضرائب الباهظة على هداياهم لشيخ الباطنية، لا سيما أنها كانت تمر في أراضي دولة المماليك والحق أن السلطان بيبرس بعد مجموعة من الانتصارات العسكرية على الصليبيين في الشام عقد هدنة مع فرقة الإسبتارية الصليبيين وقد لاحظ أن الإسماعيلية الباطنية وإن كانت تأتيهم الهدايا والأموال فإنهم في الوقت ذاته كانوا يعطون جزية سنوية إلى فرقة الإسبتارية العسكرية الصليبية لإدامة المودة بينهم وكي يدافع عنهم الإسبتارية إذا لزم الأمر لذا وضع بيبرس ضمن شروط الهدنة أن يتنازل الإسبتارية عن الإتاوات والجزية التي كانوا يفرضونها على الحشاشين وقبل بالفعل الإسبيتارية هذا الشرط مرغمين وكان الظاهر بيبرس ذكيا في فرض هذا الشرط فقد منع الإسبيتارية من الاستفادة من رافد مالي كان يقويهم ويمد في نشاطهم وبقائهم وفي الوقت عينه كان يدرك أن الباطنية الحشاشين أمسوا مضطرين لدفع هذه الجزية إلى السلطان نفسه فضرب عصفورين بحجر واحد وبالفعل وصلت رسل الباطنية إلى القاهرة عاصمة المماليك اول مره يحملون الجزيه لبيت المال بعدما كان اصحاب بيت الدعوه فيما مضى من الزمان يقطعون مصانعات الملوك ويجنون القطعه من الخلفاء وياخذون من مملكه مصر القطعه في كل سنه فصاروا الان يحملون الاموال الى الظاهر بيبرس لقيامه بالجهاد في سبيل الله وقال الحشاشون هذا المال الذي كنا نحمله كفريضه للفرنج قد حملناه لبيت مال المسلمين، وبلغ من سطوه بيبرس وقوته ان جعل الباطنيه في خدمه مشروعه الكبير لتحرير بلاد الشام من بقايا الوجود الصليبي الذي لم يتمكن السلطان صلاح الدين الايوبي وخلفاؤه من بعده من اتمامه، فقد امرهم بتنفيذ عمليات اغتيال لزعيم من زعماء الصليبيين في الشام، وارسل احدهم لاغتيال امير صليبي اخر اسمه ادوارد مما اسهم في خلخله الجهه الصليبيه واصابتها. بالرعب، لكن بيبرس نفسه لم يامن مكر الاسماعيليه، لذا بمجرد ان استتب له حكم مصر، اقدم على خطه فريده لم يسبقه اليها حاكم من قبل، لقد علم بيبرس ان الجزيه السنويه التي فرضها على الباطنيه ستصيبهم بالغضب والضجر، وانهم لن يثبتوا على الولاء للمسلمين السنه اعدائهم التاريخيين، ولهذا السبب قرر بيبرس عزل شيخ هذه الطائفه الذي يسمى نجم الدين حسن بن الشعراني. عزله بسبب رسالة أرسلها إليه وهو يحاصر حصن الأكراد في بلاد الشام، يطالبه فيها بتخفيض الجزية التي يدفعها الباطنية لبيت المال، ولما لم يقبل بيبرس ذلك منه، أمر على الفور بعزله وتولية صارم الدين مبارك، وقبل صارم الدين هذه الولاية وتوجه إلى عاصمة بلاد الإسماعيلية في الشام، وهي مصياف، ومعه مندوب من السلطان الظاهر بيبرس، ذهب لمراقبة إذعانهم للدولة المملوكية، وتنفيذ الشروط التي أبرمت من قبل خاصة فيما يتعلق بالجزية وقيمتها فضلا عن تبعية العاصمة مصياف والمنيقة والعليقة والقدموس والرصافة للسلطان وبهذا الإجراء الذكي أخضع بيبرس الإسماعيلية لسلطانه المباشر دون حرب وفي ضوء ذلك لم يرى شيخهم المخلوع نجم الدين الشعراني لم يرى بدا من الدخول في طاعة بيبرس والخضوع لشرطه فطلب منه السماح له بالحضور بين يديه فأجابه بيبرس إلى ذلك فقدم واعتذر من الظاهر بيبرس فقبل بيبرس ذلك منه وأمره أن يدفع له كل عام مئة وعشرين ألف درهم وأمر صارم الدين الرئيس الجديد أن يدفع للخزينة المملوكية ألف دينار وهكذا نجح بيبرس في زيادة الجزية السنوية المفروضة عليهم وعمل في الوقت نفسه على شرذمتهم سياسيا وانقسام السلطة بين شيخين لهم بدلا من شيخ واحد وكان بيبرس مصمما على أن يتابع حملته ضدهم وألا يدعهم يقفون مرة أخرى في وجهه ولهذا احتفظ بسيف الدين بن نجم الدين الشيخ الجديد للباطنيه، احتفظ به رهينه عنده في مصر، ويقال ان بيبرس انتهز فرصه اعتراف الحشاشين بخطئهم عندما طالبوه بتقليص الجزيه اثناء حصاره لحصن الاكراد، وكونهم اعترفوا بالتعاون مع الصليبيين في السر للتخلص من بيبرس وهزيمه المماليك. ودخل معهم في مفاوضات انتهت بالاتفاق على تسليم حصونهم، ومغادرتهم الشام مقابل اعطائهم اقطاعا ماليا مجزيا، واما الرئيس الجديد للاسماعيليه فقد غضب عليه بيبرس لاحقا وسجنه في مصر، وكان القضاء على الرئيسين معا الخطوه الحاسمه لسقوط حصون وقلاع الباطنيه في بلاد الشام، وكان ذلك على يد السلطان بيبرس، وبالفعل سقط حصن العليقه، وتلاه سقوط حصن الرصافه في العام نفسه، وتحت وقع القوه المملوكيه الع... العسكرية في القاهرة، واعتقال زعماء الباطنية في القاهرة، استسلمت بقية حصونهم بعد مقاومة لم تطل، لا سيما حصون المنيقة والقدموس وحصن الكهف، والحق أن انتقال الإسماعيلية الحشاشين من حياة الحصون والحروب إلى الزراعة والاستقرار الحضري، تسبب في القضاء على قوتهم، وضياع هيبتهم، وقد استغل بيبرس هذا، وهو من علامات الذكاء العسكري والتكتيكي عنده، وهكذا تمكن بيبرس من القضاء عليهم بدون أن يسفك دماً واحدة.